أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أكد وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة أن الجزائر على أتم الاستعداد لإجلاء كل الجزائريين الراغبين في المغادرة من أوكرانيا أو الدول المجاورة التي استقبلتهم. تصريح الوزير الجزائري جاء على هامش استقباله ل76 من أفراد الجالية الجزائرية بأوكرانيا عبر رحلة خاصة للخطوط الجوية الجزائرية انطلاقا من العاصمة الرومانية بوخارست. العمامرة أعرب عن سعادته لوصول أفراد الجالية الجزائرية بخير. بعض المواطنين وصلوا للعواصم هذه بوكارست ولا، ولكن ما قرروش انه يدخلوا في الرحله هذه. كان فيه امكانيه انه بعضهم يدخلوا في الرحله، لكن عندهم طبعا فيه اللي يامل انه عن قريب يرجع الى يستأنف دراسته، وكان كل واحد عنده سبب اللي جعله ما دخلش في هذه الرحله. اذا موضوع الرغبه والقدره مطروح، يعني مطروح، وانما احنا في اتم الاستعداد. كل واحد اللي يبدي الرغبه وتكون ظروف تسهل وصوله الى الحدود، السفارة أو القنصلية تتكفل به وتساعده. اللي وصلوا اليوم 76، كلهم طلبة؟ معظمهم طلبة، شباب. من جانبهم عبر أفراد الجالية الجزائرية عن تقديرهم للمجهودات التي تبذلها السلطات الجزائرية من أجل إجلائهم في ظروف حسنة. دنيبرو كانت فيها قصد، هربونا بيس، دانا الفيف، الفيف قبضنا ابي حتى لافرونتير بولوني، 45 كيلو تمشيناها، دخلنا مع الحدود لابولوني، لابولوني هربتنا لرومانيا، رومانيا جدتنا الجزائر. موظفين السفارة الخارجية الجزائرية في رومانيا ما قصروش معهم، على كل حال قاموا بدور نتاعهم كما ينبغي من ناحية التكفل في من جميع النواحي، سواء من الايواء او الاطعام او كل شيء، يعني ما خلاهم يحتاجوا حتى حاجه، بارك الله فيهم. احنا فخورين باللي يكون عندنا يعني موظفين في سفارات كيما هكا، رانا مرتاحين على ودنا اولادنا منه هكا، يعني حتى وين يروحوا في مكان اخر اذا كان هذا هو التصرف نتاع السفاره نتاعنا، رانا الحمد لله فرحانين، بارك الله فيكم. كيف تصف اللحظات الاولى هذه وانت تعود الى الجزائر بعد 3 سنوات؟ والله نصفها يعني فرحان، يعني الحمد لله وصلت، يعني فرحت واحد الفرحه يعني ما لقيتش كيفها، يعني سمع راني بعيد على البلد 3 سنين ما نعرف، وعلى الوالدين يعني الحمد لله، يعني نوصف لك فرحه زي اخر يعني. واكثر حاجه اني نفرح بها كي وصلت البلد اني وصلت سالم معافى الحمد لله، باسكو كاين ناس ما لحقتش. وفي اخر تطورات المشهد الميداني في الازمه الاوكرانيه التي تدرك يومها 9، معارك ضاريه شهدها محيط العاصمه كييف بين الجيش الروسي وقوات من الجيش الاوكراني. ياتي هذا في وقت تحاول فيه القوات الروسيه احراز المزيد من التقدم باتجاه العاصمه وفي جبهات اخرى بعد سيطرتها على مدينه خيرسون في الجنوب. هذا واهتزت انفجارات في العاصمه كييف، فيما طالبت السلطات في دونياستك المواطنين التوجه إلى الملاجئ بسبب القصف. تمكن جهاز الطوارئ الأوكراني من السيطرة على حريق اندلع بالقرب من محطة الطاقة النووية في منطقة زابورجيا، مؤكدا أن الحريق لم يسفر عن أي أضرار. وقال الجهاز في وقت سابق اليوم الجمعة إن حريقا اندلع في ساحة المحطة النووية في زابورجيا، وأن أحد مولدات الطاقة في المحطة توقف عن العمل دون أن يتم تسجيل ارتفاع تسرب إشعاعي. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مكالمة مع زيلينسكي أنه سيدعو إلى اجتماع طارئ في مجلس الأمن في الساعات المقبلة بسبب الوضع المحيط بمحطة زابورجيا للطاقة النووية. وذكر رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه ناقش الوضع الناجم عن الحريق قرب المحطة مع زعماء العالم بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف تشولز ورئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. كما لجأت أيضا كييف أيضا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نلتقي على رأس الساعة بحول الله.